مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الأجواء دائما تميل إلى الصفاء بكل ربوع الوطن. كان فيه ارتفاع لدرجات الحرارة القصوى نهار اليوم بالنسبة للمناطق الغربية، أعلى مقياس سجل بتلمسان مع 22 درجة. سبب هذه الوضعية راجع إلى ارتفاع في الضغط الجوي بحوض البحر الأبيض المتوسط، سمح بتمركز الأجواء الصافية بالمناطق الشمالية وحتى الجنوبية. وعليه أحوال الطقس المرتقبة لنهار الغد، نفس سيناريو الأجواء يتكرر. السحب دائما تبقى من النوع العالي تنتشر بالنسبة للسواحل والولايات الداخلية بعد تلاشي بعض الضباب الخفيف الذي سيكون في الموعد بالنسبة للسواحل. بالجنوب الأجواء تبقى صافية تماما باستثناء دائما السحب بدون فعالية بشمال الصحراء ومناطق الجنوب الغربي للوطن، زوابع رملية موسمية فيما يخص أقصى الجنوب الجزائري. درجة واحدة لكن تحت الصفر ستسجل خلال هذه الليلة ولصباح الغد، وبالتحديد بالجلفة والبيض. درجة الصفر بباتنا قسنطينة الصيف، 6 درجات بالجزائر العاصمة، تيزي وزو، وهران، مستغانم، غردايا، ورقلة، حاسم سعود، 4 درجات فقط بولاية بشار، 8 درجات بتندوف، 7 درجات بأدرار، 12 درجة فيما يخص عين صالح، أعلى مقياس يكون بأقصى الجنوب الجزائري لتقارب 16 درجة. عن ظهيرة الغد دائما فيه ارتفاع لدرجات الحرارة القصوى 22 درجة، دائما سيبقى كأعلى مقياس فيما يخص تلمسان، غليزان، وهران، مستغانم، 19 درجة بالجزائر العاصمة، بجاية، عنابس، كيكدا، قلمة، سقراس، 16 درجة ببتنا، 15 بالجلفة والبيض، 23 درجة بولاية بشار، 24 بغردايا، 22 بالواد بسكرة، 25 درجة بأدرار، 26 بعين صالح، تمن راست، جانات، إليزي. ترتفع كلما اتجهنا نحو أقصى الجنوب الجزائري لتقارب 34 درجة. أما بالنسبة للملاحة والصيد البحري، نهار الغد البحر سيبقى دائما هادئ على طول الشريط الساحلي، سرعة الرياح ضعيفة لن تتعدى 20 كيلومتر في الساعة. الرياح ستأتي وفق تيارات غربية جنوبية غربية على السواحل الغربية، تميل غربية تماما على السواحل الوسطى والشرقية. هذا بالنسبة لنهار الغد. وخارج الوطن إلى بعض العواصم العربية، إن الأجواء ستبقى إذن مشمسة بالنسبة للخرطوم، القاهرة، صنعاء، مسقط، أبو ظبي، درجات الحرارة القصوى لتقارب 14 درجة بدمشق، 13 بعمان، 20 درجة بالقاهرة، 18 درجة بالنسبة لبغداد، 21 درجة بالكويت، نفس المقياس بالنسبة للرياض لكن أجواء مغشاة جزئيا، 29 درجة بجدة، 21 درجة بأبوظبي، 24 درجة بمسقط، نفس المقياس بصنعاء، أعلى مقياس هذه المرة سيكون بالخرطوم مع 32 درجة. أما عن وقت شروق الشمس لخص العاصمة وضوحها لنهار الغد، سيكون في حدود الساعة 7 صباحا و53 دقيقة. عناوين مصلحة الإرصاد الجوية تبقى دائما في الخدمة. أشكركم على المتابعة، لقائي معكم سيتجدد غدا بحول الله.